مشاهدينا وعن التغير المناخي في العراق وأثاره على الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم الأكاديمي المختص في شؤون المياه دكتور نظير عباس الأنصاري. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام عزيزي. دكتور، تقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر يؤكد أن الآثار المجتمعة لتغير المناخ في العراق تثير القلق. ما الآثار الذي أو التي يتركها التغير المناخي على العراق بالإجمال؟ بالنسبة للتغير المناخي طبعا راح يأثر على كل نواحي الحياة، لأنه درجات الحرارة بتوصل إلى درجات لم يسبق لها مثيل. مثلا العام الماضي وصلت إلى 52، ويعتقد أنه راح يزيد بعد أكثر في السنين القادمة. إضافة إلى هذا، شحة المياه أيضا أحد الأسباب نتيجة التغير المناخي، وهذه راح تأثر طبعا على الثروة الزراعية والحيوانية. نعم. وفي السنين الأخيرة كثير من تقارير الهيئات الدولية أشارت إلى هجرة آلاف من الفلاحين وترك أراضيهم الزراعية. طبعا الإنتاج الزراعي انخفض أكثر من 50%، والثروة الحيوانية حسب تقارير المنظمات المختلفة بحدود 70% تقريبا. وهذه طبعا أشياء لها تأثير كبير جدا على الاقتصاد بالعراق، وكذلك على أمن البلد أيضا. فهذه الأمور، وهناك أيضا تقرير لنشر قبل سنة تقريبا من مجلس المخابرات الأمريكي، يقول أنه العراق أحد عشر دولة راح تتأثر بشكل كبير جدا نتيجة التغير المناخي. فهاي طبعا الأشياء اللي ذكرتها لها آثارها على البيئة والاقتصاد والأمن وصحة المواطن أيضا. يعني واحدة من الأشياء اللي راح يعاني منها البلد هو مثلا العواصف الترابية، فيعتقدون أنه إذا بقت الأمور كما هي عليه فتقريبا راح يكون هناك 300 يوم بالسنة مغبر، وهذا يؤثر بشكل كبير على صحة المواطن. هذا بصورة عامة. نعم دكتور، رغم الآثار البيئية والاقتصادية المترتبة على شحة المياه، مع ذلك استبعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر تخصيص الحكومة الحالية مبالغ كافية لتمويل مشاريع جادة لتخفف من آثار هذا الجفاف. كيف تقرأ يعني قياس الحكومة وتقديراتها لمقاطر القطاع الاقتصادي للمشاريع التنموية؟ بالنسبة للحكومة يعني إلى حد قريب نلاحظ أنه هذه المسألة هي مسألة ثانوية بالنسبة للحكومة، والسبب هو عدم إدراك المسؤولين أهمية الموضوع وأبعاده وتأثيراته على الوطن والمواطن. لكن يعني من الأمور اللي خلينا نقول الموجبة، أنه قبل كم يوم بالذات يوم 6 بهذا الشهر كان هناك مؤتمر عقدته وزارة الموارد المائية، وافتتح السيد رئيس الوزراء، أنا كنت حاضر هذا المؤتمر. نعم. فاللي سمعته من خلال كلمة السيد رئيس الوزراء إيجابي في هذا المجال، لكن الكلام واحدة ما يكفي، احنا نحتاج إلى تطبيقات على أرض الواقع. على أرض الواقع لحد الآن ماكو شيء ملموس بصراحة، لكن نتأمل أنه الدولة أو الحكومة تتفهم أبعاد هذه المشكلة وخطورتها على أمن ومستقبل البلد إن شاء الله. طيب دكتور، هنا لماذا لا يتم استغلال الوفرة المائية للموسم الماضي من الأمطار، حيث يعني كانت هناك أمطار غزيرة في شمال العراق وكذلك المناطق الوسطى، لماذا لم يتم يعني استغلال هذه المياه حتى تكون يعني مفيدة بالصيف، موسم الصيف؟ نعم. بالنسبة إلى هذه الأمطار، الأمطار إذا كانت ساقطة مو على أحواض السدود الموجودة حاليا طبعا لا تفيد. الأمطار اللي سقطت معظمها خارج نطاق هذه المناطق، وإحنا مع الأسف ما عندنا أي خطة أو مشاريع لما يسمى بالحصاد المائي للأمطار. فلذلك هذه الأمطار تسقط بكثافة
وفي فترة زمنية قصيرة فوائدها الإيجابية تكون قليلة جدا، وهناك بالعكس تكون هناك أشياء سلبية نتيجة مثل هذه الأمطار. شنو هي الأشياء السلبية؟ طبعا يعني تلف الكثير من القرى والمدن والأراضي الزراعية، انجراف كميات هائلة من التربة، وهذا يؤدي إلى ضعف الإنتاج الزراعي لهذه الأراضي. فعدم وجود مشاريع للحصاد المائي هو هذا السبب بعدم الاستفادة من هذه الأمطار. نعم. من ستوكهولم الأكاديمي المختص بالشؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.